بسم الله، النهارده معانا شرح ازاي تجيب كوبونات في لعبه كروس فاير. هنشرح كل كوبون كوبون انك تقدر تجيب بيه كاستم كريستال، تقدر تجيب الشوفل اللي هو المدى. الناس بتقول اللي هو سنتين سنه، والله ما نعرفش الحكايه دي لسه ما تاكدتش. هنفتح ونشوف مع بعض. نفتح موقع زد 8 زي ما انتوا شايفين معايا اهو. هنفتح الايميل، زي ما انتم شايفين معايا ده الايميل فتح اهو. هندوس على كروس فاير، معلش اهو، هندوس على كروس فاير، وبعد كده تستنى لحد ما الموقع يحمل، استنى للاخر. ودي برضو في هنا ايفنتات تقراها، لو بتعرف تقرا انجليزي تقدر تعرف برضو الاسلحه بتنزل امتى والحاجات دي. زي ما انتوا شايفين معايا هتيجي على اسمك اللي فوق، اسم ايميلك، وتدوس تاني واحدة، تاني واحدة يا جدعان اللي هي عليها علامة السلاح، ماشي. زي ما انتوا شايفين ده بيبقى صفحتك على كروس فاير. زي ما انتوا شايفين بيجيب لك الرتبة، بيجيب لك الكوبونات. زي ما انتوا شايفين انا معايا 16 كوبون، بس هنجيب ايميل تاني عشان نقدر نشرح الكوبونات كلها. ورجعنا لكم تاني بعد ما جبنا ايميل تاني فيه الكوبونات كلها مفتوحة. زي ما انتوا شايفين معايا اول كوبون ده بيجي اول ما بتعمل الميل بيجي معاك. ده اول ما تشحن اي مبلغ زد بي، يعني ممكن لو 10,000 يجي لك. ده لما تشحن اعلانات، وده لما ايميلك يتسجل سنة في اللعبة، لما ايميلك يقعد سنة في اللعبة، وده لما تجيب بادجي ايديت جريد بي، وده لما يبقى معاك 9 روبونات يديك الروبون ده هدية وبتاخد 5,000 جي بي في اللعبة. ده لما تجيب ال3 قنابل اللي هي القنبلة العامية والدخان واللي بيتفرقع، ال3 قنابل لو جبتهم بتاخد روبون. وده لو جبت اي سلاح اكس ماس، ده لو جمعت 6 اسلحة بلاك ماركت زد بي او جي بي ما يفرقش. ده لو كملت 15 سلاح، يعني تعد ال15 سلاح عندك، بس ما تحسبش السلاحات المتكررة ولا تحسب الام 700 والام 16. وده برضو لو جبت 25 سلاح، يعني لو جبت 15 ينو جيب 10 كمان وينو. لو جبت الشحنة الشخصية الاسبوب هيجيلك الروبون ده. وده لو جبت 5,000 هيد شوت، وده لو جبت السلاح التبسون، معلش تجيب التبسون ونشستر. وده لو لعبت 5,000 جيم في اللعبة. وده لو عايز تحافظ عليه، دوت بيجي اول ما بتعمل ايميل، لو عايز تحافظ عليه ما تلعبش بهاك. وده تشحن، وده طبعا لما تجمع 20 روبون هيجي لك الروبون ده، وده روبون كاستم كريستال، هيجي لك سلاح كاستم كريستال زي ما انت شايفين معايا ام 4 اهو تحت كاستم كريستال. ودوت والله الصراحة انا معرفش بيجي منين، هضحكش عليكم يعني. ودوت بيجي لما تقتل 100,000 كيل في اللعبة. وده بيجي لما بتموت، لما بتلعب قصدي بيت 100 بيت اكسينو. وده والله برضو معرفش بيجي منين، معلش يعني سامحوني. تلعب 1000 بيت زومبي. وده لما تشتري 1000 اتش، تعرفينها الاتش اللي هي بتنزلنا في بيوت الزومبي. وده لما تلعب 100 بيت الانفز وان. وده لما تلعب 250 بيت كلان، بس شرط انك ما تموتش اول 4 ادوار، حاول انك تعيش يعني اول 4 ادوار. وده برضو زيه بس تخرج من البيت، يعني برضو تلعب 250 بيت. يعني معلش الاولاني ده نوضح شوية، الاولاني ده لازم تعيش 4 ادوار في كل يعني بيت، يعني انت هتلعب 250 بيت فلازم تعيش 4 ادوار في كل بيت هتلعبه، ماشي. ودوت لازم تخرج من البيت جايب 10 كلات، لازم يعني تخرج من البيت، البيت يكون خلصان جايب 10 كلات. وده لما يوصلوا 30 كوبون، روبون قصدي، هيجي لك دوت، وهتاخد 10,000 زد بي جي بي قصدي، معلش سوري. ودوت برضو لما تجيب 40 ريبون هيجي لك برضو دوت. وده بيجي لما بتلعب 100 بيت زومبي، بس لما تقتل اللي هما النورمان والبيس اللي هما
اللي هو الدب والتعبان والناس، الراجل اللي بينزل من السماء والناس دي زي ما انتوا عارفين يعني، تيتر كل واحد فيهم 25 مرة، وده لما يتسجل ايميلك سنتين، يتسجل سنتين في اللعبة. ودوت والله برضو معرفش، والله برضو معرفش بيجي منين معلش. وده لما اتجمع 5 خراطيش في اللعبة ماشي، 5 خراطيش بحط لكم صورهم فوق الفيديو هتشوفوهم، 5 خراطيش. ودوت لما تعلي اي سلاح في لعب، عارف بيوت اللي هي بتبقى البوازيك والايد اللي بتطلع الكهرباء، ده لما تعلي اي سلاح فيهم لليفن 10 تاخد الربون ده، وده برضو والله معرفش بيجي منين. وده لما بيتسجل لما ايميلك بيوصل ل5 سنين في اللعبة، لما بيوصل 5 سنين في اللعبة ايميلك بيتسجل 5 سنين وبتاخد الربون ده كده، انت هيبقى معاك تقريبا 40. ساعتها هيجي لك الشوفل كمان مدى، يعني هيجي لك سلاحين. وده لما معلش نزلها لكم شوية، وده لما تجمع 50 ربون بيجي لكم زي ما انتم شايفين اللي تحت دولت، بينزلوا كل سنة يعني، دولت صعب انك تجيبهم بس دولت سهلين جدا برضو، وفي الصعب في السهل. دولت زي ما انتم شايفين دولت بيجي ايفنتات، ده بينزل عليهم ايفنتات بينزل كل سنة وانت بتلحق يعني، كل واحد كريسماس كده اهو بينزل، وانت لو لحقته يعني بينزل لفترة محدودة وبيخلص وبعد كده بينزل تاني، يعني بينزلوا كل سنة بس بيبقوا لفترة محدودة، لكن دول ثابتين على طول. سامحوني يعني ان في روبونات معرفتش اسمها معلش ومعرفتش اجيبها لكم، سامحوني يعني. لو اعجبكم الفيديو دوسوا لايك، وياريت تدعموني بزرار سبسكرايب. كان معكم محمد من قناة مبدع اليوتيوب، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.